زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. محمد هلا، حياكم الله مشاهدينا، عدنا لكم من جديد في فقرتكم زد بهاراتك في هالمطبخ الجميل، صح، ومع اهل البشاميل. اهل البشاميل وما ادراكم البشاميل. اليوم مخلد مبارك، نعم، حاط يد على يد وخايف من السجن. ننتظر السجن. طال عمرك زبون السجن. نعم. انت رجال، طعامك ما يهمك، مد لهمات، ما تهمك، ما تهزك طعامك. نعم يا جبل، ما يهزك ريح، ما يهزك السجن، راس مال السجن ولا شيء، ولا انا افكر فيه طول عمر. ترى على فكره امس شيخ انت من صالحك تدخل السجن لانك متمتع العالم بلا نشيد. والله فكر طبعا نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الصراحه في احد شراي؟ ايه مثل ما قلت ما عندنا في احد شراي؟ في 10 ريال. ترى لو قال لك 10 بينخصم عليك منك 20. اريح من الاخير يعني. المفروض الفايز من يشتري؟ بسم الله، من يشتري؟ يلا ب 10 واحد ويتكلم معه. ها ب 10 بقول لك شيء، المفروض الفايز يتحكم بسعر وجبته. سجل معك انا يلا ب 10 نشتري. يلا وانتم شايف سجل الوهيبي عندي. الوهيبي شوف لهم تستاهل. سجل سعود غربي لا وجبه الوهيبي. من معي شريت خلاص يا سعود؟ ايوه شريت شريت. اوكي اوكي خلاص. وجبة مخلد، وجبة مخلد والله فوقها لحم مفروم، شفته بعيني والله. يجيب البستيش يلا عيال، الباقي خذوها يلا. ما حد شاري؟ طيب اشتريها انت. 10 ريال يا ابو اسيد. ها؟ 10 ريال 5 ريال. حياك الله. 20 ريال بس خلنا نفرض 5 ريال. ما تنقص ريال. لا والد والله. بس ترى انت لا جمعتوه على بعض يا اخي. زين يا اخي، بعدين هذا شوف، هذا مربع صغير يكفي واحد والله. ترى كثير يا صغير يعني، هذا يزلكم تكفي؟ صدقوني هذه تكفي. 8 لو يقسمونها. لا نعرف مكرونه اقول وش عندنا ناس تاكل. من الاخير من الاخير عشان ما نتفلسف، في احد بيشتري؟ مخلد قول بعشرة. يقول يخصمون عليك حتى لو قلت بعشرة. حتى لو قلت عشرة قول عشرة خليك. كنت ما هي فارقة حتى لو ما حد اشتراها. جمد اجمدها وكمل اسبوع كامل. لا ياخذون الادارة. المهم كفو. ها يلا خلصنا حتى وجبتنا. شوف والله لو يقول لك بريال 20 ريال راح عليه. مخلد اوكي اعطيني مثال 20. حتى اللمس ابو وزير. حتى اللمس من اشترى الحين؟ حتى اللمس كم واحد؟ 30. ستة. طيب والستة الباقيين يشترون لي؟ ست. بس احنا شايلين اللي معاي كم واحد؟ طيب لحظه لحظه، مخلد مخلد لا علمهم انت ايش سويت في الطبخه؟ ايش حطيت فيها؟ اسمع اسمع يا اللي ما شرى اللي ما شرى الطبخه، اسمع اسمع يا بشاميل ايش اسمه؟ على لحم مفروم، اسمع على سمن، على جبن، جبنة كرافت، جبنة موزاريلا. رجال معي من دون ذكر اسمه الله يرعاك. ايوه من دون ذكر اسمه. انا بشتري اصلا مكسر كذا. ها؟ مكسر معي ستة انا بشتري يا اخو. قم قم وجمع ربعك. اه يا ابو حامد معاي. ها حبيبي لا قد حجز سوكينا. ها يا ضابط مع من؟ اشمري يلا ب 10. انا ب 10 ها في عروض يا مدير. وش ب 10؟ وش على ب 10؟ ضابط ما جاء اشترى ب 20. لا لا اشترى انا ب 10. الله يعطيك العافيه، لكن انا قبل اشتريت منكم لكن عاد يلا والله خصمه من العيون. مخلد طيب بيعها ب 10. ما اقدر يقول لو بيعت يقول ما يبيعون. انا اعرف انا اعرف طريقه. ما نشوفها في طريقه بس تبيعها ب 10؟ تبيعها ب 10؟ ما يبايعها. اذا كنت فايز عنك هو تظلمون الرجال. الحين الحين طبخته طبخته من اروع الطبخات، ما في فرق بينه وبين ذا، تظلمونه. ابو مبارك عشانه مسكين جاي، عشانه جاي جاي من الشمال، جاي من اهله ولحاله هنا في البرنامج علي 100 200 و250. ابو مبارك صل على النبي. وراكم ما تساعدني. ادفع 10 ادفع 10 الحين انت قاطف الباقي. كيف ادفع 10؟ ادفع 10 الحين انت قاطف الباقي. اسمع يخص خش السجن. ادفع 10؟ انت تدفع 20؟ انا ادفع 20 كفو. ولا حد ياكل منها. كفو والله انك خلي الاداره ياخذونها. لا لا بس انت الاسكان نطلبها. اصبر 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 اصبر. حلفت 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 ما تستعجل. طيب تبون الصدق يا عيال؟ ما ينفع 15 يوم كله ب 20 ب 20 والمره، وامس اليوم ب 10. ترى ما ينخصم عليك. لانه في مطعم في مطعم تسوي واحد. الحين انت مع مين؟ مع ابو غربي صح؟ ابو غربي يظبطك. انا اشتريت الوهيبي، تبي تبيع ب 10 بشتري منك بعد. وهيبي ب 10 بعتها؟ ايوه كم باعه؟ خلاص بيع ب 10. اسمع انت تدفع 10. انا مثلي مثل خويي، لو قال بريال بعت بريال ما عندي مشكله. خويك باع ب 10. لحظه لحظه لحظه. هو اللي حط الشرط. انت بعت ب 10؟ ب 10. وانت لحظه لحظه بعت ب 10؟ مخلد انت كم بعت انت؟ ب 10 ب 10 ب 10. يلا سجلها علي. طيب لحظه قول لا اله الا الله. خلاص هذا الرجل باع ب 10 وهذا الرجل باع ب 10 وانا انبح حلقي لاسبوع وانا اقول لكم ما في شيء ب 10 ب 20. اوكي بين فانتم بما انكم انتم اخترتوا الشيء هذا انا اقول شيء وهذا شيء راجع لكم وانتم احرار. وسجل هذه لابو غربي بعد برضو لابو غربي.
ثنتين كلها. سجل ابو غربي مكتوب. ناخذ الان نتيجه التصويت. والله يسعد لي بغطها الان عشان ياكلونها الشباب بعد شوي. شو رز بس ما شاء الله. الان بعد شوي نشوف التصويت. انا والله ما ادري هل مخلد هو الفايز؟ اليمس مرة ما تدخل معهم. طيب ان شاء الله خلص البنك. البنك صار عندي بالسالب. شوف ها لازم نشوف. بسم الله الله يعطيكم العافيه يا شباب. يسهل مساكم. ونشوف الان بعد قليل النتيجه تطلع. مخلد مبارك ولا ها مخلد يلا يلا الف مبروك يا مخلد. 33000 فرق 1200 بس ما شاء الله ما شاء الله. مبروك 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 مبروك. الله يبارك فيك. يلا شباب المنشد القدير. يلا على السجن يا شباب. يلا يا شباب زفوا خويكم زفوا الحلو. يقول لك البركه. ابو كاسم ابو كاسم. يلا هلا هلا باللي حاضر كل الاسف للغايب. زف زف يا سجننا ضيف ضاغر. يا مرحبا بالمجرمين. اهلا هلا باللي حاضر كل الاسف للغايب. في سجننا ضيف ظاهر. يا مرحبا بالمجرمين. اهلا هلا باللي حاضر كل الاسف للغايبين. في سجننا ضيف ظاهر. يا مرحبا بالمجرمين. اهلا هلا باللي حاضر كل الاسف للغايبين. في سجننا ضيف ظاهر. يا مرحبا بالمجرمين. اقول ارحموا عزيز قوم قد ذل. ارحموا اخوكم ان شاء الله. والله على السجون ان شاء الله. مبروك مخلد. شباب شباب هيبي يقول هذه 200 بحساب. الحمد لله. ابو كاتم مدة حكا الحين. ما يهمك. يلا هدت حكا الحين. ما يهمك ما دام دخلتك 200 الحين وصلتك. اي خلاص ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله ان شاء الله. بس انت لا تخلي احد يمسك لك شيء. ما في والله. لا 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 تخلي احد يمسك لك شيء. الله عز وجل فوق سبع سماع عرضه المريض. صح انتم معلم المريض. لحظه. مو بعمان اهل الكرم موجود. اخو فرحه يعني بالله عليك 200 ريال بتضرك؟ 200 ريال عشان الكرم هناك في عمان. يعني حتصير نقطة عندك انك دخلت يا رجل. 20 احتروا فيها الشباب. خلا نقطة. شوف امش شوف بحياتي ما شفت عماني مسجون. شوف يقول لك كل عظيم كل شيء رجل عظيم لا لازم دخل سجون. لو كبر ايش قصدك يلا يقول لك ما هزني ضيق حالي. اقول رفع رفع بس تقولي هزني والله. شوف يا هلا يا مرحبا. قول لي نايم هنا تفضل. يمين يمين اقول اقول تفضل. يا يمين السجين يا اخي. اولا السجين يمين كم ودي له لحن هناك عشان لا 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 لحن حزين ولا يلا روح. يقول لك ما هزني ضيق حالي. هلا ثبت ثبات الجبال. ثبت ثبات الجبال. ما خاف مكر الليالي ولا زحوف الرمال. ولا زحوف الرمال. ما هزني ضيق حالي. ثبت ثبات الجبال. ثبت ثبات الجبال. ما خاف مكر الليالي ولا زحوف الرمال. ولا زحوف الرمال. يا من عليك ها. اي والله باذن الله. باذن الله باذن الله ان شاء الله طالع باذن الله. بس قبل باذن الله انا ان شاء الله خلي خلي يجيبوني يجيبوني من اي والله هيبي سم. على كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال. على كثر الجروح اللي تمادت تكتم العبر. رضيت ابقى تحت مور الزمان اللي غدا همه. مدام الله كفى العبد تصبر واحتسب اجر.
أنا باقي أنا باقي وظل أبقى على جور الزمن حراه ولا لي من صروف اللي ثرى على كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال على كثر الجروح اللي تمادى تكتم العبر رضيت أبقى تحت مر الزمان اللي غدا هما مدام الله كفى العبد تصبر واحتسب أجره. اشتاق له يا والله الله راح اشتاق له الحين راح اطلع ان شاء الله باذن الله الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. طيب اذا فكت الشاشه انا بكون المقدمه. وين راح عبد الرحمن؟ اوه ابو ياسين وين راح؟ اسمع ترى في مخارج كثير من السجن والله. شوف شوف هناك تظل الزاويه ذي تقدر تنقز. حاول 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 اطلع فوق. ما يمديك والله يهديك. تم اخر وينك لي يا شباب وينك لي؟ ها؟ يلا تقدر تطلع. جاء خلاص بدر. هلا لما بدر اقول تقدر تستريح. بدر وش عندك جاي تفتح الباب؟ بدر والله اقول لك تفتح الباب. بدر لحظه وش عندك جاي تفتح الباب؟ انا اقول بدر ايش تفتح الباب؟ افتح الباب. بدر ايش تفتح الباب؟ لا 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 انا اقول افتح الباب. افتح الباب ادخل اقول لك ادخل. وانا اقول استريح ما قلت اطلع. والله ما قال لك ممنوع يا بدر ما قال لك ممنوع. طلع ما في تطلع خصم 200 ريال. اقدر اطلع مننا على طول. تفضل تفضل. شو 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 يلا استاهل 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 حبيبي خذ الحبيبي احلى غدا الاحلى وهيبي اسمع انت في بعد يا ربي بدر بدر ما في طلع من هنا لين تسمعنا كم بيت طال عمرك من البيوت العرب يلا إذا ربي ابتلاني في يوم كثير أيام عفاني وإذا مرة أخذ مني فيا مويا ما أعطاني وكل قسمة من الله خير وحسن الظن فيه كبير ولو يحرمني من نعمة بيعوضني في شيء ثاني ان شاء الله. يا مسجون شوف انا لاول مره في حياتي بس حبست بدر انا عمري ما حطيت انا ماني سجال هنا بس بكمل فقرتي بس بدر جاء وتجرا وفتح باب السجن ممنوع تفتح باب السجن وهذا عقاب وهذا المفروض الى المغرب الى العشاء يجلس انا اشفع له خلاص شوف انا على اشفع له انت طلع عن نفسك اول شيء والله يا لا لا هو انا كنت الباب زي كذا جيت ابي اسكره واقول استريح والله يا بدر شوف ترجع غالي علي الله يسلمك وبيني وبينك مطبخ جاي ولا ودي طال عمرك اثر في نفسيتك من الان لانهم قالوا لي بدر القحطاني سبحان الله فيه داخل السجن لا مرهف الاحساس يقولوا لي يقولوا مشاعره حساسه دمعته هنا ها إيه على طول, طول. طول. وهذا شيء ما يرضينا جيب ذاك داخل مكانك يا شيخ بدر افتح الباب يا اعطيك انا فكر ويبي لازم تسلم والله كل حلو صراحه ويبي لازم تسلم احلى طباخ ممتاز الاكل ممتاز جوهيبي لا تبقى تكفى سمعنا ما ترى عنده هنشوده كذا شباب قبل النشيده بسأل الحين انت عارف نظامنا هنا يا والله لا النظام وانا اخوك هو صور لا صور احنا نعطيك فرصه بس تخرج يعني انا متفاجئ بحياة بس الله يجزيك الله يكثر خيرك الله يعني جاي من عمان من مسقط دولة العلم وفي النهايه انسجن واخرتها شو وضعك انت يا اخي لا تخليني اختم وش والله الان اسمعني احنا نعطيك فرصه احنا مو بهدفنا السجن هدفنا طال عمرك ان نثبت انه عيالنا وابنائنا في كافه الدول العربيه ودول الخليج مثقفين وناس يعرفون طال عمرك الثقافه باصولها اي والله طبعا بتجيك صور الان 10 الى 12 صوره ممكن ومعك نصف ساعه فقط والله لازم تكمل 12 سؤال هذا اذا ما شوف اسمعني اذا ما عرفت الجواب نعطيك صور ما عرفت على طول اطلب من الجمهور ساعتك والجمهور ما راح يقصر يعني نزل الاكل فهمت الفكره؟ ان شاء الله يخسر غالبا المسجون نسيته شين هلا ذا ما شاء الله تبارك لا لا اول مره مسجون خلص الاكل بس كلمه اخيره شكرا لكل
31,000 وكم 600 ظني. والله بينك وبينه 1200 بس. والله 1200 بس. والله جزاكم الله خير كلكم على راسي والله. هذا وش يدل عليه؟ الجمهور ذواق، شاف شغلك نظيف، شاف شغلك حلو، بس حاد الحمد لله. الفوز في النهاية بعدد اللايكات. سمع يا الله يغنيك والله، كتر خيرك حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سمعنا الا صلاة. خلاص بتحط الصحن هناك، حطه هناك. بسم الله. طيب سمعنا سمعنا على بال ما تجهز هذه. خلينا يسمعنا ايش اسمه الا صلاتي. يلا 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 سمعنا سمعنا يلا. يا رز يا رزاق يا رسول الله يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عز. ماذا يسمى هذا التمثال؟ أبو الهول. الله عليك يا نجم أنت، أسرع إجابة في تاريخ السجن. يا سلام. سجل نقطة. لا بلحظة، هذا وجهك الحين السجين. والله جدك والله والله مسكين أنا. والله تعال شوفك. والله والله في براءة مسكين. والله أنا إنسان بريء و بدرس شاقة وفي النهاية سجين. بس لبسك لبس. أي دولة يمثل هذا العلم؟ ترى دولة صغيرة مرة. يلا قربتك. إذا ما عرفت تطلب الجمهور، الجمهور يساندك، الجمهور يساعدك ما يخليك. والله ما أعرف، الله أعلم. يلا بس يلا. أنا شاك في بلده. يلا يا جمهور العزيز، جمهور قناة بداية عظيم. إذا أنت شاك في بلده عطني حرفها الأول وأقول لك. ما أعرف. يلا شاك في بلده تو، عطني حرفها الأول. اسمه يعني شيء مثل روما، راء، شيء كذا، الياء. أنت بتقول لي حروف الهجاء الحين ولا ايش؟ نون باء. طلبت الجمهور؟ طلبت الجمهور؟ ايه حلو. يلا يا جماعة الخير ساعدوني. يلا دولة صغيرة. هذه الدولة صغيرة طبعا، من تقريبا يعني تعتبر صغيرة من أصغر دول العالم. من أصغر دول العالم؟ مو بأصغر، أصغر دولة في العالم، تعتبر من أصغر الدول في العالم. من يعني في مجموعة دول صغيرة هي من أصغرهم. والله؟ إيه. فيها حرف، أعطيك حرف فيها واحد بس. حرف ألف. ولا بلاش بلاش، أنت تجيبها من نفسك. ساعد والله يعني يستاهل وسيم. الله يستاهل. حرف التاء. يلا دولة فيها حرف التاء. أوه. إيش مثل ترميكة مثلا؟ خلاص. يلا. يلا. الحين بيفزعوا معك الجمهور. يلا يا شباب يسرون. يلا يا جماعه الخير اسمع، يقولون الله يحفظك الهيبي نشيدك. الله يحفظك ما شاء الله. الله يسعدكم. الله يسعدكم. يقول الله يوفقك الهيبي ما شاء الله عليه اخلاق وصوت جميل. والله على راسي والله هذا من حسن ظنكم. عشان تشوف احنا حارمينكم من الكلام هذا، لان فيه كلام ثاني. في بعض الناس يبغى ينتقد، وفي بعض الناس يمدح، في بعض الناس يثني. تعرف هذا جمهور عريض. صح. فكله طلع وانت اثبت وجودك هنا باذن الله ان شاء الله. لكن السواد الاعظم مدح الحمد لله او ثناء. والله ايش دراك الباهلي والله يعني خصوصا جمهور بدايه ما في اجابات. الاجابات ما تجي على طول. ما تشوفها يلا يلا زين زين. هي اصغر دوله تبدا بحرف ها. انت جيبوتي. جيبوتي جيبوتي جيبوتي. اجابه نهائيه. لا 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 بدايه حرف التاء ولا ما قلت بدايتها. يلا جيبوتي اخر جواب. هي. ما تندم زين. هي. ترى خطا واحد جيبوتي خلاص تنسجن يوم كامل. جزاكم الله خير جيبوتي. الف مبروك اجابه صحيحه. هذه يبغى لها لحم بسرعه. عطنا شيء. كل جواب صحيح عطنا واحده فرحيه. عطنا شيء. جزاكم الله خير يا متابعين وجمهور قناة بداية. مو بالفاتيكان. يلا بسنا سؤال ثاني. احنا ما قلنا اصغر دولة في العالم، احنا قلنا من اصغر والله دولة في العالم. طلعت ماذا في... يسمى هذا المعلم واين يوجد؟ طبعا هو موجود في باريس. ذبحونا في باريس. أعرف. حسين انت ناوي تروح باريس انت؟ والله جد. هذا يلا طبعا هذا شوف انا اقرب لك. اول شيء اطلب الجمهور. طبعا تبغى الجمهور يساعدك. يلا اطلبه. عطهم بيت شباب. ساعدوا اخوكم الصغير. صغير؟ ايه انا صغير. صغير يعني متوسط في العمر.
اثبت على كلمه يا اخوي. شباب هذا يسمى هذا المعلم يا اخي. انا شاك ان متحف ولا حاجه. هو مبنى موجود في كل دول العالم مو بس هناك. هو كاسم وكل دولة في العالم وكل مدينة في العالم ويمكن كل محافظة فيها تقريبا. كل دولة وكل مدينة وكل قصر. محافظة ما أدري قصر ما أدري مبنى كذا وكذا في باريس. يا جماعة الخير جمهور قناة بلاي العظيم أطلب هذا قصر. أيوة. متأكد من أنه قصر لكن اسمه ما أعرف. وكيف عرفت أنه قصر؟ والله شافنا في هو شافنا مكان كان يسكن رئيس باريس أول من زمان. رئيس فرنسا قصدي أول مكتبة. مكتبة. أنا قلت لك في كل مدينة. مكتبة. مو بس فقط في باريس يعني. هو في باريس إيه؟ وفي يعني مثلا السعودية عمان مثلا عرفت إيه؟ في كل مدن عمان. مكتبة. مو بس مكتبة أيضا. ها مكتبة. مكتبة. لكن شطر ثاني أنت كمل عنك. أنا ما أدري أنا ما أبغى أخذ منك إجابة الحين. ما ابغى اخذ منك اجابه الحين. الاجابه عندك واصبر شوي. اصبر لا تستعجل. يلا. الله يعين الله الله يعين الله يعين الله 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 يعين الله يعيننا على ابو وسيل. احنا نساعدك ابو وسيل والله يعيننا عليك. ايه تعني يا اخي لو تساعدني كنت تعطيني الجواب. اعطيك الجواب؟ ايه بس الاسؤال. هل يرضي قلبك اني اعطيك الجواب؟ يرضيني نص. طيب. والله والله انا يا اخي انت ما تصير مثل قبل امس يقولون لي قرب. قبل امس يقولون قرب لهم. الشباب يقول قرب لنا. انت تبغى الجواب مباشره ما تجي. ما اقدر اعطيك الجواب. انت بالشريط وهي اصلا داخل قلبي ما بلدية باريس. اجابه نهائيه؟ ان شاء الله. ايه في كل دول العالم صح؟ في كل المدن. وإجابة صحيحة. الله يا أحبي لكم يا متابعين. بس ما أدري أحس كذا تنتظر الجمهور يجاوبك. أين ثقافة محمد الوهيبي موجودة ثقافة العالمية الكبرى وشهر من صاحب هذه الصورة. أقرب لك بسرعة أختصر لك. إمام من أئمة الحرم المكي الشريف. أعرفه يا أخي. تعرفه؟ سمعت. لا 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 صح يعني قلت انت الجواب بس غيرت حرف. ها سميط اس. انت قلت اس الى الان صح. سوزي مش سوزي. لا لا سميط. سميط كويتي يدعي الاسلام اصلا وتوفي الله يرحمه. هي محفسين. هو عائلته اس. انت قلته وقلت اس. اسمه الاول ايش؟ قريب من اسمك. محمد هو الجواب في بال لكن كيف. يلا امام من ائمه الحرم. اقرب لك. كان امام هو ولده. سديس. لا ما سديس. ايش انت ما تعرف شكل سديس؟ اي عظم من ما هو. يلا سليم سميث. انا بجيب النوبه الهجاء كلها. انت لين تلقم. هم بيجاوبوا لك الحين. يلا يلا يا متابعين الكرام. محمد ما تعرف ائمه الحرم؟ والله انا. طيب منهم الثاني؟ عطنا ائمه الحرم الثاني منهم. سديس. شريم. ايوه. المعيقلي. ايوه. القدام. اقب سبيل. اسبيل. سبيل كذا. شيخ محمد سبيل. الياء مشدوده شدها. سبيل. لا مويا. الباء. الياء شد الياء. شدد الياء. شد الياء. سبيل. الله عليك. صح عليك الجواب. بس والله ما قصر معك الجمهور على طول. شفت ان الجمهور متعاطفين معك. اي والله شفت الجمهور يحبك في الله يا محمد. جزاهم الله خير. بس للاسف انت مقصر معهم في الاناشيد. ايه والله انا اعترف بذلك صراحه. باذن الله. يلا عاد هذا انت شفته في الرياض. يلا. ايه هذا برق الملك الحين مسوينه. هو برقر؟ الا ايش برقر؟ انا اقول لك. انا ما برق. هو مدينه
ايوه مدينه تجاريه مدينه المن باسم مين؟ الملك الراحل الله يرحمه شو اسمه؟ عبد العزيز لا الملك عبد الله عبد الله الله مركز الملك عبد الله المالي يا سلام عليك والله وحش والله وحش بعدين وش برجر الله يرحمه ما اخذ برجر والله اني جوعان توك اكل صح يلا برجر عشان ما اجيب العيد المفروض اذا جاوبت صح تعطي الجمهور بيت شعر تشكره يا اخي فينا شيء؟ ماذا يطلق على هذا المسجد؟ هذا في اسطنبول صح؟ هذا في تركيا احسنت في ما ادري اسطنبول او ما ادري يلا اقرب لك بس اقرب لك بس هو اسمه على شكل لون من الالوان الجامع ازهر عشان ازهر في مصر الله يرحم امك الابيض الاحمر هذا تشكيلة عمان دي معطيني اربع الوان انت يلا 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 يلا, يلا. الجامع الجامع الزمردي يا اخي نقطة تشكيلة تستهبل انت صح؟ لا لا انا امشي وخليك لك اليوم كامل تستخفت لا تستخفني انت لا 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 يلا يلا بعد قلبي يلا انا متاكد انك بتجاوبها تكفى المسجد الجامع الجامع ال شيء فيه صح؟ ترى لون حلو ايه ومو بلون فاتح اخضر يلا اخضر شوف اعتبره جواب نهائي لا بس والله ترى لا 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 طيب اطلب الجمهور الجمهور والله ساعد اخوكم صغير ساعدوا الفقير المسجون مسكون يا اخوان ساعدوا اخوكم الصغير والله اني احبكم في الله المشكله تدري وش هي الحين انا نفس الجسم لاحظ انا نفس جسمك لا ما لا انا رشيق اصلا انت عني الحين انت رشيق انت رشيق صرت انا الحين اذا انت رشيق انا انصحك انك تسوي رجيم اسوي رجيم ما ينفع منك انا ابعد عن الشيطان الرجيم زين لي يلا الجامع 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 الازرق صح عليك يا جواب الجمهور اعطاك ولا لا هي والله جزاهم الله خير والله قصر معك قصر الله يا بيت شعر بيت شعر بسرعه بيت شعر اني احبكم ومن يحبكم ومن يحب من يحبكم الله عليك الله عليك الله يسعدك يا مرحبا يا اللي بقلبي مو كان اهلي يغيب وداخل القلب موجود لتفز عروق قلبي عشانه ما يبعده عني ميادين وحدود تدري من الحماس هنا يسكتون ما ينزلون الصور يبون يسمعون صوتك الله يسعدهم يا رب والله يلا بسم الله صور ثاني يلا ولا خلاص خلاص اطلع الصور اللي بعدها اطلع اجلس 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 ما معنى كلمة شمس الانجليزي صح عليك يا نجم انت يا شيخ يا اخي والله الاسئله صح شمس الانجليزي اللي بعده والله ما قصرت اليوم بالاسئله يا حسين بيض الله وجهك لا يصير حسين هذه الصورة اللي تنزلها بإنستغرام بعد. أها. على ماذا تدل هذه اللوحة الإرشادية؟ ممنوع الهرم هذاك. ممنوع إيش؟ الهرم هذاك. الهرم؟ إيه. هذا اسم السيارة. محلات ذي الله يجزاك خير. الهرم المكي؟ لا الهرم نحن نسميه هرم. قصد البوري يعني. بيب. بيب ممنوع. إجابة صحيحة يا نجم أنت والله. الحمد لله. لا أنا ما. الحمد هذا تفيد من الله. عندهم معناه الهرم. الهرن هرن 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 اي اضرب هرن طات بيقول بيب بيب يلا السؤال اللي بعده والله الى ماذا يرمز هذا الشعار هذا امس جاي نقول طرب 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 شيء من باكستان صح لا لا طبعا مو بول جايب ها طرب شيء من باكستان لا ما له علاقه بدوله هو علاقه بشعار لمنظمه وش منظمه منظمه في دوله باكستان صوب باكستان لا منظمة هي تشمل دول يعني معينة بلاش الدول دي بلاش مثل جمهورنا إذا طلبته وسألته يجاوب يا خربنا أبو وسيل والله مسجد الفاتح يعني. ها يا جماعة الخير ساعدوا أخوكم صغير أنت ركز معي ركز معي طلبت الجمهور أنت أول شيء الجمهور قصر معك لا والله بيض الله وجهكم والله طيب هذه منظمة حلو أنت تعرف المنظمات اللي تحتوي مثلا 10 20 هذه فيها هلال فيها هلال منظمة منظمة الهلال ها ها لا الاسلامي يمكن
منظمة بس أنت وش قلتوا منظمة الهلال الإسلامي كلمة واحدة منهن صح والله إيه؟ منظمة الإسلامي إيه؟ النص وش اللي بالنص منظمة منظمة معروفة شهيرة يا أخي منظمة الإسلام الإسلامي منظمة الإسلام منظمة الاتحاد الإسلامي لا ما في منظمة الاتحاد الإسلامي أقرب لك آه. ها قربت قال لي يعني حق معي أنا خلاص والله يا يحمس من ناية من ناية لك ما منك يا على فكرة منظمة أقرب لك بحرف الميم آه. والله منظمة منظمة ال منظمة ال منظمة الماء المك المكان المد حرام عليك هذه منظمة ترسل خطابات لمجلس الأمن المتحدة وللدول منظمة وتعبر لها رأي أعلن بالإذاعات بالقنوات يجيك وقد عبرت منظمة الفراغ الإسلامي عن مثلا امتعاضها وعن تنديدها وعن مثلا طلبها من الدول وكذا آه يا محمد آه يا محمد آه هذا ها منظمة المل جامعة الدول الشهراني ندخل كل سجين لا جامعة الدول العربية ها ما قال منظمة التعاون الإسلامي لا 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 صح التعاون الإسلامي إلا مال التعاون الإسلامي ما في حرف الميم إحنا عينك هنا يا منظمة لا الرسائل جامعة الدول العربية منظمة المس المك أبعد المسجد والراس المت المؤتمر الإسلامي المؤتمر الإسلامي ينصر دينك يا شيخ جزاك الله خير أخت ماريا ما شاء الله أطف لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده ما أخي بسنا خلاص بسنا كتبينا الحين ست أسئلة تدري عاد أقول لك شغلة بسيطة والله أقول لك شغلة بسيطة من الأخير ها انت اليوم ها والله ما قصرت سمعت اناشيد حلوه أيوه؟ ولا ودنا بصراحه اقول لك بصراحه اتكلم من قلبي ولا لا تبغاني احرم الناس من صوتك الجميل يا ولد حلال معنا الليل طول انا مستعد احرم العالم كلهم ها اذا كان يريدون سجنك وانا اريد حريتك روح روح يا شيخ حبيبي حر انطليت جزاك الله خير الله يسعدك الله يوفقك شنطك الحر شنطتي راحت كيف تفتحوها جزاك الله خير الله يمين نعم الله يبين وجهك تفضل تفضل يا بعد راسي يمين نعم ابدا تفضل الله يسعدك